مرحبا بكم في قناة إفادة للدواجن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام، اليوم مع فيديو جديد يعرفنا على أهمية النخالة في تسمين الدجاج وإنتاج البيض والحفاظ على صحة الدجاج. النخالة أو الردة هي طبقة خارجية صلبة من الحبوب، تتكون من الأذرون مشتركا مع الغلاف الثمري وجنبا إلى جنب مع الحرثومية، هي جزء لا يتجزأ من الحبوب كاملة، وكثيرا ما تنتج كمنتج ثانوي من الحبوب المكررة. وعندما تتم إزالة النخالة من الحبوب تفقد الحبوب جزءا من قيمتها الغذائية، والنخالة غنية وخاصة في الأدياف الغذائية والأحماض الدهنية أساسية، وتحتوي على كميات كبيرة من النشا، البروتينات، فيتامينات والمعادن الغذائية، مما يجعل الدواجن تكون بصحة جيدة وتزيد من مردودية البيض وجودته. وإذا أعجبكم هذا الفيديو اضغطوا على زر اللايك واشتركوا بالقناة ليصلكم كل جديد.